لا ليس بديلا، يعني هو بمثابة تحايل على الرفض الروسي لتعيين ستيفاني ويليامز، تم استحداث هذا المنصب لها وهي مستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولا شك أن هذا المنصب يتيح لها التعامل مع الملف الليبي بشكل مباشر على اعتبار أنها مستشارة للأمين العام، وتستطيع أن تقترح على الأمين العام والأمم المتحدة والبعثة الموجودة في ليبيا أن تقترح عليهم الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإنقاذ العملية الانتخابية. أنا في تقديري من أفضل الذين تولوا هذا المنصب خلال السنوات الماضية هي ستيفاني ويليامز، حقيقة أنها حققت اختراق. لماذا سيد عبد الله؟ حققت اختراق في الأزمة الليبية، نجحت في دفع الفرقاء إلى التوافق على خارطة الطريق وإنتاج سلطة جديدة توافقية تهدئ الصراع. هذا الإنجاز لم يحققه المبعوثون السابقون الذين سبقوا ستيفاني ويليامز، وكان من الممكن أن يمضي مسار العملية الانتخابية بشكل أفضل مما هو الآن لو أن السيدة ستيفاني مرت أو استمرت في مهمتها. رأينا أن البعثة الأممية خلال الشهور الماضية، خلال الفترة التي تولى فيها كوبيتش، أنه يدير الأمور من جنيف، يرفض أن يستقر في طرابلس ليكون قريبا من صناع القرار ومن الفرقاء في ليبيا. لا يبدو أنه قادر على تفعيل دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وافق على القانون الذي أصدره عقيلة صالح ومجموعة من النواب لهذه الانتخابات، وهذا القانون الذي نعاني من آثاره الآن، لم يلتزم حتى بخارطة الطريق التي أنتجتها أو أشرفت عليها الأمم المتحدة في تونس وجنيف، وبالتالي هو من أضعف المبعوثين الذين مروا على ليبيا. وأيضا هناك ملاحظة أخرى مهمة بالنسبة لستيفاني، من خلال بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي، لجنة 75، تعاملوا مع السيدة ستيفاني بشكل مباشر وتحدثوا معها مطولا عدة مرات، ونقلوا لي أنها بالفعل مؤمنة بالديمقراطية، رافضة لعودة الدكتاتورية، ملمة بشكل جيد بالملف الليبي، وبيّنوا أنها بالفعل لديها رغبة قوية في تحقيق استقرار في ليبيا ووضع ليبيا على سكة الطريق الديمقراطي.